بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك نحاولوا نكملوا على لو بروجي ديالنا. جو في كونتي بيان سيغ سيغ نوتخ بروجي. فوالا لا ديرنيير سيونس نوز افون في كومون بيان سيغ اجوتي كيلكو زونتيتي لانتيتي كاتيغوري اي كورس، اي كومون بيان سيغ اون افي لا ميغراسيون فيغ لا باز دوني. دونك شفنا كيفاش درنا بيان سيغ هذيك لي دو زونتيتي وصفنا داكشي بيان سيغ لا باز دوني. دونك فهاد الحصه غادي نحاول بيان سيغ ناجوتي ان اكسيون ولا ان كومينيكاسيون افيك واحد الانترفاس اتيليزاتور اللي غادي ناجوتيو بيان سيغ كي نو بيرمي داجوتي ان كاتيغوري. اي بار لا سويت جو في فو مونتري كومون بيان سيغ انتيروجير لا باز دوني، سافا دير انفويي دي روكيت او بيان سيغ اجوتي لوبجي كاتيغوري دو لا تابل كاتيغوري. داكور، je retourne ici sur mon projet. Donc voilà, pour le moment on n'a pas encore parlé des pages Razor. Voilà, dans cette vidéo je vais ajouter bien sûr une page Razor et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, donc on a bien ajouté bien sûr les Razor Pages. Donc l'emplacement où je vais ajouter les Razor Pages d'ali, donc on a maroff ou page avec s pages, d'accord. Donc voilà, je clique ici sur pages, je vais ajouter bien sûr une partie pour l'administration. Tout simplement je peux ajouter bien sûr un dossier pour admin. À l'intérieur de l'administration je vais ajouter bien sûr un dossier qui nous permet donc voilà de gérer les catégories comme ça. Tout simplement je clique ici sur catégorie, donc voilà, et add razor pages. Voilà, catégorie add razor pages, je vais sélectionner ici donc razor pages et Razor Pages Empty. دونك غادي نختار واحد لا Razor Pages اللي هي خاوية. بيان سيغ غادي نحاولو نعمروها بلو كود ديالنا. داكوغ، فوالا جو في كليكي ايسي سيغ اد، مي جو بريفير دونك لو ميتر ايسي دونك اد اور ايديت، باسكو دون سيت باج جو في جيري بيان سيغ لاجو اي او ميم طون لا موديفيكاسيون او ليديسيون. دونك هاد لا باج غادي نسميها اد اور ايديت، سافا دير اضافة او تعديل، باش بلا ما ندير جوج ديال لي باج، وحدة ديال لاجو وحدة ديال ليديسيون ولا ديال لا موديفيكاسيون. وغادي نوريكم بيان سيغ كيفاش نجريو لو كود ديالنا باش هادي يكون يعني يستقبل هاد جوج لي كومبورتومون. دونك ايجو كليكي سي سي اد. دونك لاحظوا معايا هنا بان الريزر بيجز كتزاد ليا فيها جوج ديال لي كومبوزونت اسونسييل. لا بروميير كومبوزونت سي لا في، لا في او لا بريزونطاسيون، هو المظهر، داك المظهر اللي كيبان ليا ديال هذيك الريزر بيجز، حيت منو اوتوماتيكمون عندي سو كون ابيل الباج موديل. دونك فوالا لو برومي لا في سي ديكستنسيون سي اس اتش ام ال، وهنايا بيان سيغ الباج موديل ولا لا لوجيك، هو لا لوجيك العقل ديال هذيك الريزر بيجز اللي هو اد اور ايديت. دونك كينتهي ليا بسي اس اتش ام ال دوت سي اس، سي اس سافودير سي شارب. داكوغ، بغيت بيان سيغ ناكسيدي لهاد لا باج، شنو هي لاربوريسونس باش ناكسيدي بيان سيغ لهاد ار اور ايديت؟ تو سامبلومون جو في اكسيدي على لا راسين هي بيجز، ابخي جو في avoir bien sûr admin catégorie et add or edits. D'accord, donc voilà, si je vais exécuter tout simplement, je vais mettre voilà contrôle F5, tout simplement la racine c'est avec slash, ça veut dire c'est la racine. Voilà, je vais ajouter bien sûr le répertoire admin, après c'est catégorie, et voilà, après catégorie je vais mettre ici donc add or edits, donc sans ajouter l'extension. لاحظتوا معايا دونك راه عطاني، ولكن لا باج الي في. سي جو في اكخيغ بيان سيغ ايسي ان كود، دونك فوالا اش ان باغ اكزومبل اد اور ايديت بيج، فوالا. دونك جو سوفغارد، اوغادي تري بيان. دونك اد اور ايديت بيج، داكوغ. ايسي جو في اجوتي دون سيت بارتي جو في اجوتي لو كونتوني اش تي ام ال، سافادير لا كوتي بريزونطاسيون. Donc voilà, pour ajouter bien sûr la côté présentation, toujours je fais référence bien sûr à Bootstrap. Bootstrap comme ça. Voilà, je fais ici sur documentation, d'entrer docs. Où je cherche bien sûr la composante mise à carte. Carte, la présentation, la mise en forme. Je suis à Zwin, donc voilà carte. Je cherche bien sûr l'apparence. Donc voilà, on a bien sûr l'exemple là. Donc l'exemple qui fait le header et footer. Donc tout simplement je vais éliminer l'alignement au centre. Voilà, je vais prendre par exemple le site division, retourner ici et je le place. Voilà, catégorie, c'est le titre, new catégorie. Voilà, le body je vais mettre rien pour le moment, et le footer la même chose.
Donc pour le texte, je ne vais pas mettre text center. Donc voilà, le weeded, ça veut dire شحال العرض ديالها، غادي ندير مثلا غير 75% ولا 50% حيت هي اصلا صغيرة. و بيان سير هنايا غادي نديرها ترجع ليا سونتري، هذاك الكومبوزون تكون سونتري، ندير تو سامبلومون مارجن، مارجن ديال اوتو، دونك باش كتكون سونتري. دونك فوالا بالنسبة للهيدر ممكن نابليكي عليه بيان سير دوترو سي اس اس. فوالا ندير هنايا بي جي، لا كولور دو باك جراوند سي بي جي، دونك ساكسيس. فوالا مثلا يكون بالخضر. Ou je peux mettre par exemple le texte white comme ça. Regardez, donc très bien, j'ai un différence derrière. Et je peux bien sûr ajouter le style, maintenant, pardon, ici c'est font white est égal à bold. Très bien, je compte en gras. Donc bootstrap icon, tout simplement, je vais mettre par exemple l'Enaya place. Voilà. وناخذ شي وحده في هادو، هادي خلينا ناخذ هادي مثلا. دونك فوالا كوبي ونحط هنايا وندير كولي. تري بيان. دونك فوالا لاحظوا معايا كيفاش زادت لي هنايا. تو سامبلومون دابا غادي خصني اجوتي بيان سير لو فورميلير ديالي لو في البودي. دونك فوالا جو في ميتر تو سامبلومون واحد لا ديفيزيون، دونك ديف كلاس، تو سامبلومون اجوتي مارجن باتن. Voilà, tree pour laisser bien sûr un espacement entre les composantes en bas. Et je vais tout simplement mettre ici label. Donc, le label chez Confia, il confia catégorie name. Donc, en dessous, je vais ajouter bien sûr l'input, input de type. Donc, voilà, texte. Appliquer les la classe mitha form control. La domaine de catégorie name. Et voilà, le contrôle d'elle. Donc voilà, je peux bien sûr copier ce trick. On a dit qu'on a dit display order. Display order comme ça. Voilà, on va faire une belle photo. Je vais ajouter bien sûr. Voilà, si j'enregistre, belle photo, je vais ajouter donc le bouton d'enregistrement. Donc voilà, tout simplement, je vais ajouter ici donc bouton. Voilà, type. À submit, je vais qu'on a dit bien sûr l'envoi du formulaire. Voilà classe, donc de la btn btn en btn btn voilà, primary comme ça. Voilà, et je vais mettre tout simplement ici donc save ou sauvegarder ou la ajouter et la redirect. Donc save, donc bon, c'est pas le save, je vais tout simplement ajouter un icône pour atteindre un petit peu de la jamelie de la rajouter bien sûr le font bootstrap icon هنايا ونقلب على غير تشيك مثلا. فوالا حتى في هادو مثلا، هادي ولا هادي ولا هادي، نقدر ناخذ مثلا هادي. دونك ناخذ بيان سير هادي، فوالا هاد ليكون ونحطها هنايا. فوالا كوم سا. الى رجعت دابا الانترفاس ديالي، لاحظوا معايا دونك تزاتكم اف. فوالا ما ننساش بان هذا يساجي دان فورميلير اوتوماتيكمون، خصنا اجوتي لا باليز فورم. نقدر اجوتي هنايا الفوق ولا نقدر بيان سير اجوتي هنايا في البودي، ولكن سي با كاع، نقدر اجوتي مثلا هنايا في البودي. فوالا تو سامبلومون خصني ندير هنايا لا باليز فورم. دونك لا ميثود اللي غادي نستعملو بور لونفوا دي فورمولير، دونك غادي نديرو هنايا بوست. دونك فوالا، او بيان سير لا فيرميتور غادي تكون هنايا. فوالا دونك عندي هادي، عندي هادي. دونك فوالا كونترول 4 دي بور لا ميزون فورم بيان سير. Voilà, maintenant c'est bien. Donc d'abord, je vais calier bien sûr. Je vais mettre bien sûr à l'interface en action. Donc voilà, lorsque je clique sur Save ici, il va prendre bien sûr les données. Ou il s'est emmené la base de données. Ou dès l'enregistrement bien sûr la base de données. Quand bien sûr, Razor Pages fait un juge d'IL, les composantes liées à la vue. Donc voilà, l'un, on a justement la vue. Ou bien sûr, il y a le comportement, la logique. Derrière avec la vue, qui est une la logique, les voix. Bien sûr, là, il y a la vue ou la présentation. Donc voilà, faire le page model, ça veut dire la directive page. Qu'est-ce qu'on dit bien, il s'agit d'une page raiser, ça veut dire navigable. Donc il y a bien sûr accès via le navigateur. Ou bien sûr, la directive list model, ça veut dire il spécifie le type de données sur lequel bien sûr je vais travailler. D'accord, c'est add or edit. Model, ça veut dire le page model, ou le page model juge
l'adwar. Dans l'oulen, c'est comme un view model qui permet bien sûr de générer ou de récupérer ou préparer les données pour la vue, pour la côté présentation. Et il joue bien sûr le rôle de controller, yani qui gère dès qu'il va et vient ou la des requests and response. D'accord? Juste de l'ajza li hum muhim, le juz li huwa le view ou la présentation de le madhar diala li huwa hada. زائد العقل ديالها اللي هو دونك اد اور اديت سي اس اتش ام ال دوت سي اس. دونك هذا هو الريزر بيجز من كتكون. فوالا ما كندير اروباس اومينيسكول موديل صافي كنقولوا له تيب ديال الداتا ولا التيب ديال لوبجي اللي تخدم عليه هو يكون دو تيب اد اور اديت موديل. دونك فوالا عندي غير واحد البيتي تريك اللي خصني نفهمها هنايا. الا لاحظتوا معايا بيان سيغ هاد الفيو امبورت, فهاد الفيو امبورت بيان سيغ كيكونوا لي زامبورتاسيون اللي هما جلوبال. مثلا هي بالنسبه لهاد لي تاغ هيلبر غادي نوصلوا ليهم ان شاء الله. دونك عندي النيم سبيس اللي هو لو نون ديال لو بروجي ديالي, وعندي بيان سيغ او سو تروف لي باج. عندي واحد لو راكورسي هنايا اللي كيقول لي بان هاد لي باج ديالي اي سو تروف بيان سيغ فواحد لو نيم سبيس اللي هو ريزر بيجز ديمو يوتيوب. فوالا سافو دير لو نون دي بروجي دون لاربوريسونس بيجز. داكور, دونك هنا اوتوماتيكمون دي سين امبورتاسيون جلوبال. دونك الى رجعت ني بيان سيغ اد اور اديت, دونك ممكن بيان سيغ نحيد كومبليتمون هاد لا بارتي حيت لي ديجا امبورتي كوم ان امبورتاسيون جلوبال. نخلي تو سامبلومون ادمين سافو دير لو نيم سبيس ولا المود اللي غادي نشتغل عليه دابا اي سو تروف بيان سير في باج اللي هي ديجا ريفيرونسي افيك هاد لامبورتاسيون اللي كاين عندي فيو. فوالا هنايا في الفيو امبورت هنايا زائد لاربوريسونس ادمين كاتيغوري. دونك فوالا اد اور اديت موديل هو هذا. دونك فين كنلقى السميه كنلقاها هنايا وهي اللي كتيريتي ليا بيان سيغ باج موديل. دونك لا فونكسيون جيت اللي عندي هنايا تو سامبلومون كي بيرمي دو ريكيبيري, سي لا بروميير فونكسيون كي سيكزيكيت كي بيرمي دو ريكيبير بيان سيغ هاد لا فيو اللي هي هادي هنايا. دونك الاد اور اديت سي اس اتش تي ام ال شنو هو الدور ديال هاد لاباج؟ هو سي لا لوجيك كومون بيان سيغ هاديك لا لوجيك فونكسيون. هنايا في هاد اد اور اديت سي اس اتش تي ام ال دوت سي اس بيان سيغ انا خصني ندير لاكسيون. سافو دير لاكسيون جو في اجوتي بيان سيغ واحد لا ميثود اللي دير ليا بيان سيغ لونفوا ديال هاديك كاتيغوري لا باز دوني. دونك فوالا انا كنت في الحصص اللي فاتو كريت بيان سيغ سو كون ابيل لوبجي كي بيرمي دو كومينيكي افيك نوتخ باز دوني سي لو دي بي كونتكست ولا كورس دي بي كونتكست. هاد كورس دي بي كونتكست فيه جوج ديال لي دي بي سيت ممكن نسميهم دي تايبل au niveau base de données. D'accord, voilà tout simplement une ya khassni exploiter ou consommer head course db context. Donc voilà d'une consommer واحد le mécanisme le très puissant donc fly speed.net core. Pardon, c'est l'injection de dépendance ou la dépendance injection, ça veut dire di. Je vais injecter هذاك لوبجي في لو كونستركتور و لانجيكسيون دو ديبوندونس بيان سير داك لو ميكانيزم لي انتغري في الاي اس بي دوت نت كور ال بيرمي دو ريزولفي ولا بيان سير غادي يلقى ليا لانستونس ايكيفالونت ولا ديكري ليا لانستونس ايكيفالونت بيان سير افيك واحد اللايف تايم ديالها ولا واحد الحياه ديالها واحد المده اللي غادي تكون بيان سير ديك لانستونس فونكسيونيل. دونك فوالا بور كريي ان كونستركتور جو ميتر تو سامبلومون سيتور دوك دوبل تابيلاسيون. ولاحظوا معايا هنايا دونك عندي بروغرام دوت سي اس كنت سجلت بيان سيغ لو سيرفيس اللي هو فوالا دي بي كورس دي بي كونتكست كوم ان سيرفيس. اي ممكن بيان سيغ ندير له لانجيكسيون دو ديبوندونس ديالو فيا هاد لو ميكانيزم دانجيكسيون دو ديبوندونس. لانجيكسيون دو ديبوندونس بشكل مختصر هو طريقه ذكيه باش كنكري بيان سيغ هذيك لي زانستونس ديالي كيفاش نكريهم كنتخلص منهم ولا تو سامبلومون خصني انجيكتي في لو كونستركتور ديال هاد الباج موديل انجيكتي واحد لوبجي سميتو كورس دي بي كونتكست. دونك فوالا غادي ندير هنايا كورس دي بي كونتكست هو هذا. فوالا نقدر نسميه مثلا دي بي ولا داتا بيس. دونك فوالا كوم سا دوك لاحظوا معايا غادي ندير واحد كونترول بوان. دونك فوالا كيسهل عليا وندير كرييت اند اساين فايل. فوالا هو كيحطو هنا وكيدير له ديس دوت دي بي. فوالا هذا كيساوي ليا بيان سيغ هذا اللي جاي في الكونستركتور. انا كان احسن كنفضل نسميو هكذا باش كنديفيرونسي ما بين سيغ ما بين هذا لوبجي اللي في الكونستركتور وهذا لوبجي اللي ديكلاريت هنايا. دونك نقدر ندير بيان سيغ هذا لو سولينيومو او تو سامبلومون نقدر نحيد كاع هاد ديس اي في ريفيرونس بيان سيغ لهذا لوبجي اد اور اديت موديل لا كلاس بيان سيغ ولا نقدر نخليه سي با غاف لا ميم شوز. دونك فوالا هنايا في الفورميلير عندي لا ميثود اون بوست سافا دير. دونك الى رجعت بيان سيغ هنايا خصني عندي لوغيت كيسمو هادو لي هاندلرز ولا لي هاندلر لي ميثود هاندلر. دونك فوالا عندي لوغيت بور ريكيبيري بيان سيغ لا فيو ديالي وهنايا خصني اجوتي بيان سيغ وحده بحالها دونك بابليك فويد
اون بوست. فوالا بهذه الطريقه كنسميهم، ما كنسميهمش بوست ولا جيت، كنسميهم اون بوست دير في لاكسيون بوست. اش غادي ندير هنايا؟ لاحظوا معايا بيان سير درتني واحد البوان داغي تو سامبلومون. الا مشيت بيان سير دابا في ليكزيكيسيون، دونك فوالا درت كونترول، فوالا كونترول اف 5 مثلا، دونك باردون كونترول اف 5 ماش تخدم ليا حيت انا بغيت ندير بيان سير ديبوغاج. دونك في هذه الحاله دونك غادي نحاول نيكزيكيتي بيان سير هاد لو كود ديالي اون مود ديبوغاج. دونك فوالا هنايا دونك ستارت ديبوغي. دونك تري بيان، دابا دخلت لنا هذيك لاباج اللي كنت دخلت لها قبيله. دونك هادي ادمين كاتيجوري اد اور ايديت. دونك فوالا درت شي انفورماسيون كيما بغات تكون هنايا. ديسبلاي اوردر دا خصني نرجعو ستا نونتي. دونك فوالا خصني ندير لي ثلاثة. لاحظوا معايا دونك كيمشي ليا ديريكتومون فونكسيون للهاندلر سميتو اون بوست. داكوغ، دونك هادي غير طريقة باش نفهم شنو هو لو كومبورتمون ديال هاد اون بوست. دونك غادي نوقف بيان سير ليكزيكيسيون، غادي نرجع نقاد واحد لو بتي بروبليم هنايا. دونك هذا سي لو تيب تكست، ولكن ديسبلاي اوردر سي لو تيب نمبر كوم سا. فوالا دونك هنايا خاصني نديكلاري واحد لوبجي كي فا غوسوفوار هادوك لي دوني. دوك لي دوني مع كندير لهم لونفوا ديالهم اوتوماتيكمون خاصهم يدخلوا في واحد لوبجي، وداك لوبجي هو اللي خاصني نديفو. لوبجي يكون دو تيب اش، هاد لوبجي تو سامبلومون يكون دو تيب كاتيغوري، حيت انا باغي ناجوتي بيان سير كاتيغوري. دونك الموديل كاتيغوري دوك نديكلاري هنايا واحد لا بروبريتي دوك تكون بابليك ونسميها مثلا كاتيغوري. دونك فوالا لو تيب ديالها سي كاتيغوري، تكون هنايا كاتيغ نسميها مثلا كاتيغ. دونك فوالا لاحظوا معايا هنايا ان بتي بروبليم عندي. دونك حيت هاد كاتيغوري دونك هو نفس لونون ديالها مع النيم سبيس كاتيغوري هنايا. داكوغ، دونك جو بريفير من الاحسن دابا ملي بان هاد المشكل. دونك فوالا هاد لي كاتيغوريز ما نسميهمش كاتيغوري سي لونون دو لوبجي، نسميهم كاتيغوريز افيك دونك كوم بلوريال. دونك فوالا كاتيغوريز كوم سا، ولكن تحتم عليا هنايا بيان سور نبدل هاد النيم سبيس اللي غادي نرجعو كاتيغوريز. فوالا تري بيان هنايا. دونك فوالا هادشي باش يكون كوريكت خصني ندير هاد الطريقة، مبقاش عندي لو بروبليم ديال هادي كاتيغوري. داكوغ، بيان سير قلت بأنني غادي نانجيكتي بيان سير هاد لوبجي دي بي كونتكست هو اللي كيبيرمي دو كومينيكي افيك لا باز دوني، ونديكلاري بيان سير واحد لوبجي اللي هو كاتيغوري كي فا غوسوفوار هادوك لي زانفورماسيون اللي جايني في الفورميلير، وغادي نشوفو كومون اون فا غوسوفوار بيان سير. دونك ندير واحد لو تيست بيان سير افون لاجو، ندير واحد لو تيست اف هاد الكاتيغوري اي ديفيرون دو نيل. دونك هو كيفهم هادشي اللي كنبغي ندير انا، ونقدر ندير يا اما ديس ولا ما عنديش مشكل ندير ديس، نقدر نحيد هادي كومبليتمون. اف كاتيغوري اي ديفيرون دو نيل، دونك غادي نقول له شنو هنايا هاديك لا باز دوني ولا لوبجي كي ريبريزونت لا باز دوني هو دي بي دوت اد، باردون سي با اد مي كاتيغوري، سو دير لا تابل كاتيغوري فين كاينه هاد لا تابل كاتيغوري هي ريبريزونتي بار دي بي سيت كاتيغوري هنايا في الدي بي كونتكست. دونك فوالا رجع بيان سور هنايا دونك بوان اد اش، غادي ناجوتي بيان سير هذاك لوبجي اللي جاي عندي في بيان سير في البوست، مع كان اونفاي في البوست غادي نعمر بيان سير الكاتيغوري، وهاد الكاتيغوري هي اللي غادي نحطها بيان سير في لاباز دوني. دونك لاحظوا معايا بيان سير عندي ان اونسومبل ميثود اللي عندي اد اد اسانك. دونك حنا غادي نستعملو اد اسانك بوغ ابليكي ولا تخافاي في لو كونتكست اللي هو اسانكرونيوس بروغرامين. دونك غادي نشوفو ليتيليتي بيان سير ديال هادشي، دونك غادي نكليكي هنايا. داكوغ، بيان سير ما كنخدم هاد لا فونكسيون اد اسانك اوتوماتيكمون خصني ناجوتيني الاويت باش كيتابليكي ليا داكشي، وملي كنأجوتي الاويت اوتوماتيكمون خصني ناجوتي هاد لا فونكسيون ترجع ليا اسانك، وهاد فويد ما كتبقاش عندي فويد، كترجع عندي تاسك. تاسك هي ان تاش، دونك اوتوماتيكمون كنرجع هادي تاسك وليو باش تكون عندي فويد، حيت الا خليتها فويد غيتخلق ليا واحد المشكل انورم وجربوها وغادي تشوف. داكوغ، دونك فوالا ابخي ما كنزيد في لا باز دوني اوتوماتيكمون خصني ندير الكوميت ولا بيان سير سيف تشينج. غادي نقول له انايا سيف، لاحظوا معايا دوك كيفهم هو دوك اويت دي بي بوان سيف تشينج. فوالا، دونك بقى ليا دابا تو سامبلومون كيفاش هادوك لي دوني غادي يجيو ليا بيان سير من الفورميلير ويتحطوا ليا في هاد الكاتيغوري. لاحظوا معايا بيان سير دابا هنا الا درت لونفوا ديال هادوك لي دوني سيغتانمون غادي يوصلوا خاويين. اه باردوني، خصني ندير كاتيغوريز، بدلت هذاك النيم سبيس ندير هنا كاتيغوريز. فوالا ندير هنا كاتيغوري ويب مثلا، وهنايا سي ديسبلاي اوردر جو في ميتر تو سامبلومون ان. فوالا، سي جو كليكي سير سيف، لاحظوا معايا
Donc il y a cette catégorie pour le moment inal. C'est l'objet, il est nul, il contient pas d'informations. Et voilà, lorsque je vais inspecter le code, donc voilà ici, donc il va trouver que l'objet est nul, il va rien ajouter. Pour résoudre ce problème, je vais travailler sur deux côtés. La première chose, je vais marquer que cette propriété ici une propriété de liaison. Donc voilà, catégorie, je vais mettre tout simplement en haut, bind property. Quand ajouter bien sûr à la tribu bind property, le décorateur, qui est la catégorie, c'est un objet qu'on peut mettre bien sûr en liaison avec le formulaire. Qui fait qu'on assure la liaison, comment j'assure bien sûr la liaison entre le formulaire et l'objet. Donc, quand je vais faire voilà, add or edits. Ou comme je suis bien sûr les inputs, les inputs, automatiquement, on peut ajouter un tag helper qui est ISP4. Tag helper est la composante qui peut ajouter bien sûr la balise HTML qui fait l'extension en termes de fonctionnalité. Yani, quand on peut ajouter la fonctionnalité, donc le tag helper. Donc tout simplement, je peux ajouter bien sûr la quantité de data annotation اللي غادي نشوفوها ابري ولكن اللي مهمين كتاجوتي لي واحد جوج ديال لي شون كتاجوتي لي لو شون اي دي ولو شون بيان سير نايم هاد الانبوت هادي الاولانيه الكاتيجوري نايم في ريفيرونس اكوا ولا شنو هو الاتريبي بيان سير اللي غادي ندير لها لا ريفيرونس ديالها ولا ندير لها لا ليزون ديالها دونك اللي كاينه في ليا بيان سير في كاتيج دوت لحظه معايا نايم دونك انا غادي ندير لا ليزون لهاد لو شون مع لوبجي كاتيج ولا كومبوزون ديالو اللي بيان سير الاتريبي نايم. Donc la même chose ici, il y a display order, donc on va ajouter bien sûr une ISP4. Et bien on va dire KTEG, voilà, dot display order. Donc voilà, ben c'est pas le head le GUID, automatiquement, ma addition défaut en anaya, puisque c'est un clé qui sera généré par l'entité framework core. Voilà, l'entité framework core, il y a qui permet de générer avec la clé. Très bien, donc voilà, d'abord, on va envoyer automatiquement avec le champ à Dimchi Amr, avec l'objet qui est catégorie à Dimchi Amr, automatiquement, on va utiliser l'IA dans la base de données. Donc, on va inspecter le code DNA, on chauffe. Donc, voilà, il a cliqué bien sûr à l'exécution. Donc, on a bien sûr le type maintenant de ISP Netcore. Très bien, donc display, qu'on voit 1, on dit save. لاحظوا معايا دابا هنايا الا مشيت بيان سير لو كود ديالي الا كان هاد الكاتيجوري عامر دونك ما طرحش مشكل لاحظوا معايا الكاتيجوري دابا هو عامر كاتيجوري اي دي تيقال نال حيت ما رسيت والو في الكاتيجوري اي دي قلت بان لونتيتي فريم ورك هو كي بيرمي دو جيري هاد لو تريك او بيان سير نايم هو اس بي دوت نيت كور او اوردر ديسبلاي عندي 1 داكور الا انسبكتيت باردون فوالا الا انسبكتيت لو كود دابا غادي تيستي لي قال لي بان هاد الكاتيجوري ديفيرون دو نول dans la je sans problème voilà qu'il n'est mazal ma comitage la base de données mazal ma effectivement khazen dak chi f la base de données là ajoute justement f la collection حيت هاد catégorie c'est une db7 dans la je db7 ولكن ما كندير db.save change async عاد bien sûr qu'il dit la je f la base de données tout simplement c'est une fonction qui permet d'ajouter à la collection db7 elle est là. Et après, je vais bien sûr, pardon, il y a, donc je vais dire bien sûr db save change async, automatiquement qui dit le commit de la base de données. Je vais ajouter la base de données maintenant. Très bien, donc voilà, ajouter et continue. Très bien, donc il y a bien sûr, il y a, on va faire ça complètement. Je vais bien sûr server explorer, on va bien sûr l'accès à la base de données d'il y a, on va table, catégorie, on va show data. table data ولا data table واحد لا كاتيجوري زدت ليا دونك display order اللي هو واحد lisp.net core بيان سور او زد ليا داك لايد ديال جينيرا اوتوماتيك مش كل جينيرا دونك ماشي لي سكيل سيرفر ولكن اللي جينيرا هو فوالا لونتيتي فريم ورك كور هو عارفو بان ستان غويد اوتوماتيكمون دار لابيل لي فونكسيون ديالو باش يجينيري بيان سور هاد لا كلي بريمير اللي هي هادي داكور نتمنى انكم استفدتم هاد الفيديو نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله تحياتي.